ونشيد قيود المشرقة سننتصر ونشيد قلاع الرياح سننتصر ونحاصم قيود الرجعية سننتصر ونشيد قلاع الحرية سننتصر ونحاصم قيود الرجعية سننتصر ونشيد قلاع الحرية سننتصر ونشيد قلاع الحرية سننتصر ونحاصم قيود الرجعية سننتصر ونشيد قلاع الحرية سننتصر ونحاصم قيود الرجعية سننتصر ونشيد قلاع الحرية ونحاصم قيود الرجعية سننتصر ونشيد قلاع الحرية سننتصر وإحنا من وإحنا من وإحنا من أساتذة وملحقين أساتذة وملحقين وإحنا من وإحنا من وإحنا من وإحنا من أساتذة وملحقين أساتذة وملحقين وإحنا من وإحنا من وإحنا من وإحنا من ومقصيات ومقصيين ومقصيات ومقصيين وإحنا من وإحنا من وإحنا من وإحنا من ومقصيات ومقصيين ومقصيات ومقصيين السلام عليكم. الوقفة ديالنا اليوم جاءت تنفيذا للبرنامج النضالي للتنسيقية الوطنية لأساتذة والأستاذات المقصيين والمقصيات من خارج السلام. هذه الفئة هم أساتذة التعليم الإعدادي الثانوي، التعليم الثانوي الإعدادي عفوا، والتعليم الابتدائي إذا والملحقين التربويين. هذا الإقصاء أو هذا الإقصاء كان نتيجة لتخاذل الحكومة والوزارة لإقصاء هذه الفئة الواسعة، وبالتالي عدم تحفيز وإقرار الظلم والحيف في حق هذه الفئة. نريد إنصافنا وحقنا العادل في الولوج إلى خارج السلم، أسوة بإخواننا في الثانوي التأهيلي. والبرنامج النضالي سيأتي بمزيدا من التصعيد في ظل صم الأذان وفي ظل هذا التخاذل من طرف الوزارة طبعا في هذا الحوار القطاعي الذي تتخذ منه تكلفة مالية سببا واهيا. إذا نريد للوزارة أن تكون مستعدة وجدية في اتخاذ القرار المناسب الذي ينصف هذه الشغيلة، الذي ينصف عموم رجال ونساء التعليم من هذه الفئة، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة الابتدائي والملحقين التربويين. وشكراً.